تمام. دلوقتي الميه مش زي الاول، الميه الاول كانت نظيفه رايقه تمام، كان الضوء بيجذب السمك. حاليا الضوء ما بيجذبش السمكه، ما عادش بيختلف معاها، احنا كنا بنستخدم الضوء الاول تمام، حاليا ما فيش الضوء، ما بيفرقش معاها في الصياد. اصطاد السمكه دي بالواحده؟ لا قد ايه؟ كم بيطلع قد ايه الجوبيه دي بتديك قد ايه؟ هو كل واحد فينا بيبقى معاه 30 منديه تمام، بيطلع حوالي من 25 30 كيلو، بيخش 40 كيلو في اليوم. في اليوم بيقول هو بيفرش 30 واحده من دي، 30 واحده مش كل يوم برضه في العود ما بيتنصبش وبتاع. مش فن في حاجه، بس نقطه مهمه، مش جمبري ازاز. اشتغل بيها، هو بيبيع السمك. انا صياد، ولو في فرصة للبيع ممكن يسوقها، ممكن لو في كله صياد بيصنع لنفسه ويشتغل، بيصطادوا بيه الإنتاج بتاعه، هو الدخل بتاعه يعني رأس ماله هو الإنتاج بتاعه. احنا خلصنا كده يا فندم، مفيش بالصوبة لو حصل عليها صوبة في آخر الموسم بس بتاعها. للاسف الصوبه طبعا في نهايه الموسم بتاعها اللي كنا شلناها من 15 او 200 مايكرون، كل عمر كل مايكرون ليه عمر معين، 100,000 جنيه حضرتك كامله من الصوره من اولها لاخرها بتتكلم في 100,000 جنيه. الحديد بتاعها 10 سنين، البلاستيك بتاعها من سنتين حتى 4 سنين او 5 سنين حسب سمك المايكرون بتاع البلاستيك. احنا عندنا تكنولوجيا جديده حضرتك ان شاء الله هنجربها مع الزملاء، اللي هي الزراعه على الاصناف المطعومه، خيار مطعوم خصوصا في الاماكن اللي فيها ملوحه عاليه، يعني احنا قابلنا اماكن هنا فيها ملوحه مرتفعه جدا، ده اول موسم كله بيتدرب فيه بالنسبه للمزارعين. تكنولوجيا الزراعه على الخيار المطعوم او الكوسه المطعومة او البطيخ، دي تكنولوجيا جديده داخله عندنا في مصر بقالها سنين، بننتج شتله بنطعم عليها صنف الخيار اللي انا عايزه، فبتتحمل الملوحه وبتحمل الامراض وبتحمل الجفاف او اي ظروف غير مناسبه، النبات بيتحملها كويس جدا وبينتج بنفس كميه الانتاج المعروف. بالاضافه بقى كمان انا عاوز اضيف لك بقوله ان احنا بنستخدم هنا المايكرو اليمنتس اللي بتكتب اسمين، يعني ما نحطش اسئله مايكرو. احنا عاملين لكل صوبه هنا وحده تسميد محدده لكل صوبه، بنسمد من خلال عناصر صغيره جدا من الاول للاخر، يبقى المشروع كله حيوي وما ندخلش فيه اي اسمده خالص الا في حاجات محدوده جدا. متراك معايا يا وزير، المفروض ان الصوبه دي كانت بتشم من اسبوعين، يعني ده اصلا الصوره انتهى الانتاج طبعا عشان هم قالوا الزياره، فاحنا قلنا اللهم عطلونا حتى عن الزراعه، احنا كنا عاوزين الحاجه يعني كبت يعني خلال لغايه ما احنا جينا حصلنا. لا 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 ده مكسب زيارته.